لا الحمد لله، احسن كتير النهارده. ايه حكايه الخاتم اللي في ايدك ده؟ ده رباط بيني وبينهم، هو منهم وهم فيه. وما بتقلعوش ليه؟ حاولت ومعرفتش. هتعرف وهتخلعه قريب بإذن الله. أنا لما بفتكر اللي عملته بإيدي بحزن على نفسي. أنا كنت بحضر ملوك من عالم الجن والشياطين، أنا اللي كنت بكتب وبرسم الطلاسم والتعويذ وهم ينفذوا، هما كانوا مجرد أداة في إيدي، بس أنا اللي بقتل وبأذي. التوبة يا ولدي، التوبة هي أول طريق للصلاح. أوعدني يا سليم إنك ما ترجعش تاني مهما حصل. هما مش هيسيبوني أخرج. أكيد أكيد مش هيسيبوك، وهيفضلوا يحاولوا معاك، يحاولوا إنهم يخلوك ترجع لهم تاني. أنت كنت منهم، كنت مكسب كبير ليهم، فالعادي إن هم يحاولوا يعملوا كده. سليم، أنت عايز إيه من جواك؟ محتاج أشوف النور، نفسي أعيش فيه. يبقى تصدقني يا ابني، لازم تقاوم وتفضل تقاوم وما تبصش وراك ابدا. اوعى ترجع خطوه لورا، اوعى. انا محتاج اخرج اتمشى شويه. روح بس ما تبعدش. ايه اللي خلاك تبعد؟ ضحكت عليك بنت الشيخ؟ انا تعبت من الضلمه. انت اللي رجعت للمحمود عقله صح؟ احنا عملنا كده عشانك. انت مصدق نفسك؟ انت كل واحد فيكم عايز يعلى، عايز يبقى الاقرب من اتباع ابليس، عاوز ملك اقوى من اللي معاه. وايه الغلط في كده؟ انا مش فاهم. الغلط ان احنا بقينا مسوخ اشباح عايشه في الضلمه، بنكره النور وبنبعد عنه. انت عاوز ايه؟ عاوز تعيش زي اللي حواليك غرقانين في الواقع؟ ما يفرقوش حاجة عن الطاولة اللي قاعدين عليها؟ احنا فوقهم كلهم. السؤال، مين اللي صح، احنا ولا هم؟ احنا طبعا. هم عايشين عيشة الغنم، ياكلوا ويشربوا ويخلفوا. عايز تبقى زيهم؟ مين هم؟ اكتشفت ان فيهم ناس طيبة صافية. انا خايف عليك تتأذي. انت ابتديت تتأذي صح؟ باين عليك. انا مش هرجع وبتمنى لك تشوف زي. انت مش شايف شكلك؟ مهما حصل مش هرجع. مقصود عاوزك ترجع ومستنيك. يا سليم، يا سليم، انت كنت اقوى حد فينا، انت كنت دراعه اليمين، ادالك اسرار محدش يعرفها. اسرار كلها في الضلمه، علوم ملهاش اي قيمه. طريق رجوعك لسه مفتوح، ومقصود مستنيك. اوعى تتاخر. أنا شفته قبل كده، أنا أعرفه، هو معاهم. سليم، اعمل حسابك هتيجي معايا الدرس النهارده. اشترك دلوقتي واتفرج على كل اللي نفسك فيه. واتشت، ما تخليش حاجة تفوتك.